أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء على شتى الأصعدة. نعم، جاء ذلك لدى لقاء معاليه بمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، حيث تم استعراض مسارات التعاون الثنائي المميز الذي يجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم وازدهار خصوصا في مجال الاستثمار، مؤكدا معاليه حرص المملكة على تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة ويسهم في تحقيق التكامل المنشود. أشار معاليه إلى الحرص الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز التكامل بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق التطلعات المشتركة ويعزز الشراكة المميزة وينعكس أثره على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.